ضيفي في البداية الدكتور محمد عمارة، الكاتب والمفكر الإسلامي من القاهرة. دكتور محمد عمارة، السلام عليكم. يعني لو تساءلنا عن الأيام هذه منذ 30 يونيو إلى الآن، وأنا تبعت البيان الذي حضرتك يعني أعلنت حول موقفك الشخصي مما جرى، إلى أين ترون مصر سائرة الآن؟ أولا دعني أقول إن الأزهر أصدر فتوى قبل أيام قليلة من أحداث 30 يونيو وما جرى بعدها، وقال في هذه الفتوى إن التظاهر السلمي ضد الحكام هو حق مكفول وحرية، أما الخروج المسلح على الحاكم الشرعي فإنه معصية كبرى وبغي. الذين يخرجون بالسلاح على الحاكم هؤلاء بغاة، وخروجهم معصية كبرى. كيف نوصف خروج قوات مسلحة على الحاكم المنتخب انتخابا حرا ديمقراطيا، وله في عنق الأمة التي بايعته بيعة وعقد مدته 4 سنوات؟ هذا تساؤل أنا أتوجه به إلى كل المواطنين من القوات المسلحة ومن غير القوات المسلحة. نعم. طيب، سألتني إلى أين مصر سائرة الآن. نعم. أقول لك إن لدينا تجربة، وكل العقلاء في الدنيا يستفيدون من تجاربهم. مصر قبل ثورة 23 يوليو وثورة 23 يوليو كانت ثورة من الجيش، ضباط، قوات مسلحة قامت بتغيير. اختلف الناس في توصيفه، ليس هذا موضوعنا. دخلنا تحت حكم العسكر في دولة بوليسية قمعية لأول مرة في تاريخ مصر. عزل الشعب المصري عزلا سياسيا كاملا. نعم. كان مصر دائنة لإنجلترا، وكان سعر الجنيه المصري أعلى من سعر الجنيه الاسترليني، وكان لدينا صروح اقتصادية بناها طلعت حرب باشا و الشمسي باشا وعبود باشا وإلى آخره. وكانت مصر في هذه الحالة. طيب، بجوار مصر وعلى الخريطة الدولية الصين استقلت سنة 49، والهند استقلت سنة 47. الصين كان الناس يموتون من الجوع في الشوارع ويسقطون، وكانوا يأكلون الأفيون كما يأكل الناس التفاح، وكذلك حال الهند. تحت حكم العسكر إلى ماذا صارت مصر، وفي غير حكم العسكر إلى ماذا صارت الهند وصارت الصين؟ تخلفنا، أصبحنا دولة مديونة. كنا دولة تشمل مصر والسودان، انفصل السودان وعاد السودان لينفصل إلى دولتين. كانت الوحدة العربية حلما جميلا، فتشوه هذا الحلم الجميل وحل محله ليس فقط القطرية، وإنما التشرذم المذهبي والعرقي وإلى آخره. طيب، أنا أقول إن حكم العسكر دخل بمصر في متاهة، في مستنقع. أنا أناشد كل شريف، كل وطني، أن يقرأ هذا التاريخ وأن يعتبر من هذا التاريخ، وألا يجعلنا نعود مرة أخرى إلى هذا المستنقع، مستنقع حكم العسكر والدولة البوليسية التي قمعت الشعب وأزلت الشعب وعزلته عزلا سياسيا. طيب دكتور محمد عمارة، أنت بالتأكيد شخصية مهمة في مصر، تتابع على علاقة ببعض أطراف الحكم السابق، وكنت يعني متابع جيد لكل التطورات. يعني ما حقيقة عندما يقول السيسي أو غيره من بعض الشخوص التي تتصدر المشهد الآن بأنه الرئيس المصري كان يشكل خطرا على الأمن القومي، الرئيس المصري كان يجر مصر إلى الهاوية، الرئيس المصري لم يتجاوب مع النصائح ولم يتجاوب مع
مع الحوار، يعني نريد أن نعرف الحقيقة لأنه يبدو الأمر اختلط على البعض على الأقل. شوف أنا أقول لك أن الرئيس مرسي رفع شعار لنمتلك إرادتنا، لنزرع أكلنا، لنصنع دواءنا، لنصنع سلاحنا. نعم. هذا هو حلم الاستقلال الوطني لمصر عبر التاريخ. نعم. أمر آخر، العالم كله يحاصر الدكتور مرسي، ليس فقط الدولة العميقة، دولة حسني مبارك، دولة أمن الدولة ونصف مليون بلطجي مسلح ومسجل خطر، إنما العالم كله. أمريكا تضغط على صندوق النقد كي لا يعطي القرض الذي كنا نريده شهادة فقط للاقتصاد المصري. دول الخليج، الدول العربية، دول النفط المليئة بالقواعد العسكرية التي فرشت الأرض للأجانب وللإمبريالية على أجرة الأرض التي حررها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدمائهم الزكية، أجروها مفروشة 50 قاعدة عسكرية أمريكية في بلاد المشرق العربي. هؤلاء هم الذين أيدوا الانقلاب، هؤلاء هم الذين دبروا للانقلاب. عندما ترى من هو عدوك تدرك من أنت، وعندما ترى من هو صديقك تدرك من أنت. أنا أدعو الناس إلى أن يفيقوا، العالم كله تواطأ ودبر هذا الانقلاب ضد الذين رفعوا شعار نمتلك إرادتنا، نزرع أكلنا، نصنع دواءنا، نصنع سلاحنا، وكانوا يتطلعون إلى تحول حضاري وتحول ديمقراطي وفك أسر هذا الشعب من الدولة العسكرية والبوليسية. أما الكلام الذي يقال في الإعلام وعلى ألسنة البعض فنحن نتركه للتاريخ ولحساب الله سبحانه وتعالى الذي لن يفر منه مجرم في يوم من الأيام. نعم، يعني حتى لا نظلم الرجل لأنه ليس معنا، يعني الفريق عبد الفتاح السيسي هو يقول بأنه قام بما قام لحماية مصر، وقال بأنه تودد وطلب من الرئيس المصري أن يفعل كذا ويفعل كذا، ولكن الرئيس لم يفعل، ويقول بأنه لا طمع له ولا من معه، وأصدر يعني تسجيل، وإن كان هناك شكوك تحوم حول هذا التسجيل، يقال بأنه لا أدري، أنا بعض الجهات قالت بأنه مفبرك. يعني من يحمي مصر الآن دكتور محمد عمارة؟ يعني مصر الكل يدعي حمايتها، ويبدو أنه معظم الفرقاء يشكلون خطر يبدو على أمنها واستقرارها الآن. شوف أنا أريد أن أقول، أنا لا أعلق على كلمات تقال هنا أو تقال هناك، وأنا لا أتهم أحدا بخيانة أو بغير خيانة، هذه أمور أنا بعيد عنها تماما، لكن مصر في حماية الله الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تحدث عن أجنادها جيشها بأنهم خير أجناد الأرض، الشعب المصري هو الحامي مع الله وبعد الله سبحانه وتعالى لهذا الوطن. إذا كان عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل 14 قرنا عندما فتح مصر قال إنها ولاية جامعة تعدل خلافة، حرست العروبة والإسلام على مر تاريخها. أنا أقول إن الله سبحانه وتعالى وإن الذين استخلفهم الله من أهل مصر الشرفاء الأوفياء في الجيش وفي غير الجيش، نعم، هم الذين سيحمون مصر من كل خطر يهددها إن شاء الله. طيب أختم معك بسؤال دكتور محمد عمارة، أعرف بأنه رمضان يعني شديد الحرارة الآن لديكم هناك في مصر، يعني يتساءل البعض على الأقل ممن يعتصمون الآن في ميدان رابعة العدوية أو غيرها في الميادين، ممن يؤيدون ما يسمونها بالشرعية أو الرئيس المعزول أو ما إليه، يقولون عندما تظاهر الطرف الآخر لم تسقط عليهم أوراق ويطالبهم أحد بمغادرة الميادين، الآن هم يعني تنزل عليهم بعض الطائرات الهليكوبتر أوراق وتقول لهم لن تنالوا من اعتصاماتكم غير الجوع والعطش وعرقلة حركة المرور، عودوا إلى بيوتكم أفضل لكم. يعني هذه المعادلة يراها هؤلاء بأنها غير متوازنة، يعني من الذي يمكنه أن يكون فاعل خير الآن ويصلح بين هذه الأطراف المجتمعة الآن، وما هو الحل باعتقادك؟ يعني أولا إنما الأعمال بالنيات،
نعم. والشارع المصري المنقسم يعلم الجميع من يؤيد هذا الفريق ومن يؤيد هذا الفريق. الفريق الذي يدافع عن الشرعية ويدافع عن الدستور الذي هو عقد اجتماعي وسياسي وقانوني وشرعي بين الحاكم والمحكوم، والذي حدد قواعد اللعبة السياسية، صندوق الاقتراع، والذي أعطى بيعة صريحة واضحة مستفتى عليها للحاكم الشرعي المنتخب ديمقراطيا مدتها 4 سنوات، هؤلاء لهم موقف والآخرون لهم موقف. لذلك أنا أقول إن الصمود والوعي لدى كل الفرقاء، ونحن نريد وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا حكماء يدعون الناس إلى كلمة سواء. أما الاجتثاث والإقصاء والإبعاد والحظر والسجون والمعتقلات وهذا البلاء الذي جربناه 60 عاما لم يفد، بل كانت نتيجته مأساة. ندعو الله سبحانه وتعالى وندعو كل الفرقاء إلى ألا يدخلوا بنا إلى هذه المأساة مرة أخرى. الدكتور محمد عمارة الكاتب والمفكر الإسلامي من القاهرة، شكرا جزيلا لك.